لقاء يتجدد معكم اليوم في حديثنا عن في ضيافة المبدعين. طبعاً الليلة ليلة جميلة، وإحنا نتحدث عن يوم الخميس، الأجواء الآن متميزة. إحنا الحمد لله إذا ما حكينا لكم دائماً هدف برنامجنا نستضيف مجموعة من الشباب المبدع الفلسطيني لنسلط الضوء على مجموعة من الإنجازات. اليوم إحنا بضيفنا الجميل طالب الطب صديقنا عاصم بدران، الله يبارك عاصم ويبارك في عمرك إن شاء الله. ضيفنا عاصم يعني اليوم مختلف شوي عن زملائنا وعن الأصدقاء اللي صدفناهم والشباب الآخرين، إنه هو يحمل مجموعة من الصفات الجميلة، وخصوصاً إحنا نحكي عن يوم الخميس. هتسألون طب ليش يوم الخميس؟ لأنه إحنا اليوم على أعتاب مرحلة التوجيهي، ولا شك إنه إحنا موجه تحية لكل طلاب وطالبات التوجيهي الثانوية العام بالإنجاز اللي بيحضروا حالهم واللي براجعوا الآن قاعدين في الدين، على اعتبار إن شاء الله يوم السبت راح يقدموا امتحان الدين. فكمان راح تكون فرصتنا الجميلة اليوم مع صديقنا عاصم بدران طالب الطب، خلينا نقول الحكيم والدكتور عاصم بدران، لأنه إن شاء الله راح نسأله عن مراحل التوجيه وراح نركز فيها. فكونوا معانا لأنه في مجموعة من الأسئلة راح تستفيدوا منها، لأنه عاصم من الناس اللي كنت دائما أذكر أسماءه. إذا بتتذكروا دائما أقول لكم عاصم بدران طالب الطب 98.6 كان كاتب 5 ورجاني الورقة شطوة صارت 6. حياك الله. طيب أهلا وسهلا فيكم المتابعين الكرام والمتابعات على صفحة الأستاذ معاذ الشريدي، على صفحة الدكتور محمد شرات. اهلا بكم بهاي اللحظات الجميله، وانا راح نكون مع بعض. اللي بيحب يسالنا احنا مفتوح المجال اليوم، تسالونا عن كيف درس عاصم الثانويه العامه. عاصم ملاحظه جدا مهمه في العلمي، وهو حصل على معدل 98.6 في الثانويه العامه، وهذا من المعدلات الرائعه. وهو طالب ابن مدرسه اكاديميه القران الكريم اللي احنا فخورين بهاي المدرسه المتميزه بفريقها وبطلابها الدائمين. عاصم يسعد مساك، السلام عليكم. كيف صحتك؟ ان شاء الله تمام الحمد لله رب العالمين. امورك بخير الحمد لله. انت طالب طب سنه ثالثه ما شاء الله، طالع يعني خلصنا الحمد لله. داخل رابعه ان شاء الله، الله يرضى عليك. عاصم اول شيء خلينا نتعرف على عاصم بدران. عاصم عصام. عاصم عصام بتغلبش واحد مثلك. عاصم عصام والله تقريبا فيش مدرسه دخلتها الا ينادوا علي في البدايه عصام. عصام حتى يعني كنت اتذكر اصحاب المطلع على الاذاعه عصام بدران اطلع لا ابوي يعني انا لسه الله يخلي لك يا الله يسلمك. انت عاصم عصام بدران، درست الثانويه العامه في اكاديميه القران الكريم، صحيح. المرحله الثانويه كيف كانت في حياتك؟ هات اشوف، لانه الطلاب راح يسمعونا الان والاهالي. مرحله الثانويه مهمه. كانت ثانويه عامه هي مرحله التوجيه، صحيح. بالنهايه هي حسب ما يعني الإشي الشائع بالمجتمع إنه دائما مرحلة التوجيه أصعب مرحلة والناس بس يخلص منها، بس فعليا راح يشوف فيها بعد بس خلصها راح يشوف إنها فعليا من أحلى وأمتع السنوات اللي راح تمر عليه طول حياته فعلا. يعني من أحسن وأمتع السنوات. أمتع السنوات فعلا، يعني حيشوف كيف اهتمام الأهل أصلا فيه، اهتمام الناس فيه، الأهل اهتمام المدرسة، ماما كل شيء بتعمله. فأنت حتشوف إنك أنت عايش ملك يعني فعليا قاعد بس يعني بعد التوجيه الله يعينه، بعد التوجيه الله يعينه يعني اتمتع بهالكلمة. صحيح. طيب أنت حكيت لي تحت الهواء إنه والدتك كانت تقول الله يخلي لك يا ربنا ونوجه لها تحية وتقبل طاعتها هي ووالدك الكريم، إنه تقول ما كانش عندي توجيه أنا. فهي أنا والله بعتبرها زي حكيت لك يمكن يعني إنجازي، إنه أي واحد بيجي بيسألها إنه كيف عاصم غلبك، يعني حسب كيف كانت أختي وأختي اللي بعدها كيف عاصم ولا حسيت إنه في توجيه عندنا في الدار. شو السبب؟ إيش كان؟ يعني سنة شوي 98.6 علمي، يعني واحد حريت دراسة بالعربية. مو حريت تفرق يعني، إحنا عندنا مشكلة إنه المعظم بيفكر إنه الحراتي معناه إنه لازم تدرس أنت 24 ساعة. طيب إيش كنت؟ وهذا خطأ. يعني أنا فعليا عمري ما درست متأخر بالليل، دائما أنا بكير، يعني ما كنت أتأخر كتير بالليل زي إن الطلاب ضلت تنتين يدرس. عمري ما صحيت الصبح بكير أصلا أدرس. أي تنين؟ يعني خلاص أروح من المدرسة، في طلاب كنت أعرفهم أصحابي يقول لك أنا بروح بضلني قاعد، يعني نروح احنا كنا تنتين ونص تقريبا. كلمت القرآن الكريم كنا نتأخر شوي، على الثلاثة يقعد يدرس، يضلوا لليل يدرس. طيب انا في حياتي ما عملتها، اروح انام ساعتين، انام لي ساعتين زمان، ساعتين الله يفتح عليك، تنام ساعتين تريح. تريح. طيب. يعني بالمجمل كنت ابدا على 5 على 5 المساء، حدود 5 واحيانا 6 واحيانا تمد، يعني ما فيش انه هلا نحكي مع عاصم نشوف ايش كان كامل. لا 100% هيك. طيب ممتاز. انت كنت يعني بتريح لك ساعه ساعتين وبعدين تبدا تدرس، صحيح. كم ساعه كان ياخذ معك دراسه؟ طبعا انت كنت تدرس دراسه يوميه مع عاصم. اكيد يوميه. شوف قبل التوجيه ما حدش تقريبا بدرس يومي، صحيح. الا يعني واحد مهتم بشكل هو لحد حتى الاول ثاني بيكون يعني بيمشي الواحد يعني من ورا ايده بالضبط، لانه الواحد خلص ضل خايف وبيعتبرها يعني سنه مصيريه وفيش مجال. يعني غلطه واحده، يعني الحمد لله جبت 98.6، لو اني غلطت في دائرتين بس كان ما دخلتش، يعني كان صرت تحت 98.4 اللي هي بدي ادفع موازي، وساعتها الوضع صعب بالطب. صحيح. فيعني الواحد خلص ضل حاط بباله انه لازم يجيب معدل قد ما يقدر، وبتعرف انت نظرة المجتمع لطالب التوجيه انه لازم يجيب معدل عالي وانه لازم، خصوصا انت بكر اهلك، يعني الله يخلي لك اهلك. مظبوط. من الذكور. من الذكور، صحيح. انت بكر من الذكور، ما الناس المجتمع العربي يا دكتور عاصم بتحالف الاولاد، صحيح. الله يخلي لك خواتك واهلك، بس بتحالف. طيب
احكي لي، وهي مرحلة كتير بتهم جزء الناس اللي بتابعونا الآن، المرحلة اللي بديت فيها تحضر حالك لامتحانات الوزارة. انت طبعا كنت تدرس يوميا بس معدل دراستك ما كان طويل، ما كنت تصرف الليل ولا تصحى كثير بدري، يعني تروح 4 ساعات يوميا، 5 ساعات يعني بهاي الحدود بس. وطبعا مرات وقت الامتحانات الا يزيد شوي يعني شيء. طيب طبيعي. احكي لي المرحله اللي هلا الزملاء لنا وطلابنا وابنائنا اليوم اللي بيعدوا الان للثانويه، في ناس رح يسمعوا يقول لك نيالك يا عمي احنا خلصنا، عم تحكي من وساعة انت هلا بالنهايه انت خلصت. لا ما كنا زيهم يعني، انا والله بتذكرها دائما كيف الايام ركض لما كنا احنا توجيهي واجوا على المدرسه زياره للطلاب اللي كانوا قبلينا يعني. نعم. فبنقول لهم يابا انتم نيالكم خلصتوا، فهي تخيل احنا صرنا 4 سنين قاطعين بعديهم لسه. اوه يعني 4 سنين مش قلال بالعمر يعني. فيعني ركض ركض الايام، غمض عيني فتح عيني، اللي هلا ماله يسمعنا رح يكون بعطي نصائح للطلاب اصلا. طبعا رح تصير. طيب ايش كنت تعمل تحضيرا لامتحانات الوزاري؟ شو البرنامج اللي كنت تعمله او تتبعه واللي انت ممكن نصائح نقدمها مع بعض الشباب اللي بيسمعونا الان؟ هلا هون في عندنا الحمد لله رب العالمين وربنا انه يسرنا مدرسه اكاديميه القران انه ساعدتنا على هذا الشيء. مميز المدرسة؟ اكيد. شيء الاشياء المميزة فيها بيطلع لنا شوي نعمل لهم دعاية لأكاديمية القرآن. والله احنا وجهنا تحية لإدارتهم الأستاذ ماهر زطروط، كل فريق العمل يعني أستاذ مهند محمد، على كل الطلاب الأساتذة المدرسيين فريق. صدقا ايش كان يعمل؟ أحسن أساس يعني اللي درسوني طول حياتي يعني ما شاء الله عنهم، حتى اهتمامهم بالطلاب إنه فعلا بده يطلع طلابه نموذج لكل الطلاب، مش بس انه يجيب علامات يعني علامات، وما شاء الله انه كثير جزء كبير منه حافظ القران يعني بتخرج هو وحافظ القران. خلينا نوقف شوي هون يعني. انتوا الان المدرسه الوحيده في فلسطين اللي بتخرج طلاب علمي حافظ كتاب الله، طالب علمي يعني مش اي طالب يعني، احنا بنشغل عليكم من ما تدرس مرحله الصف الثاني او الاول تحفظ لحد تخلصوا 10 ختمة وبعدين بجوز تعيدوه وتعملوا مراجعه وتعمل امتحان اجازه صح. طيب هاي مدرسة بتخرج طلاب حافظين كتاب الله وطالب العلمي، المدرسة ايش عملت لكم غير الاهتمام والتحفيز؟ هل كانت تعطيكم تدريب؟ هل كان يجيبوا لكم اساتذة معينين ولا كان الموضوع عادي؟ عفوا هذه هي احنا جايين من باب الاهتمام كان في الطلاب يعني. انا بتذكر اجيت عند حضرتك دكتور صحيح. مرتين او ثلاثه او اكثر يعني، جيت هيك عملت لنا مره دوره على يومين كانت اظن التفوق الدراسي اللي هي يومها هذه الصفحه اللي صارت مشهوره هذه تمام. وجيت عندنا بتذكر على الصف اكثر مره على اساس انه كيف الناس كيف تدخل على الامتحان وكيف تحدي حالك كيف تعتبر المرحله التوجيهيه. اذا كنت تستفيدوا يعني نحكي بصراحه. اكيد. شوف هي مرحله التوجيه اكثر شيء صعب فيها الحاله النفسيه اكثر من الدراسه واكثر من كل شيء، فانت لما تشوف انه في اهتمام من اللي حواليك وحد فعلا بيطمنك عمله بخفف عليك وقت التوتر هذا كثير بيساعد. طيب احنا القصه حتى الناس تعرف شو القصه، احنا دائما ايها الكرام في دوراتنا التدريبيه بنركز على انه الانسان اذا وضع هدف محدد ودقيق له بحصل عليه. طبعا الدكتور عاصم من الطلاب اللي احنا فخورين فيهم ما شاء الله، هو كان مشارك معنا في دوره تدريبيه قبل 3 سنوات والله العظيم بقولكم فكنا دائما نحرص على انه اكتب معدلك اللي بدك اياه بعد ما نعمل مجموعه من الاجراءات والتوصيات وخبيه وخليه سر بينك وبين نفسك وان شاء الله ربنا بكرمك فيه ونحط لنا معايير. حتى يعني بتذكر انه حكيت لنا حطوه بجزدانكم ونسوه وانا فعلا نسيته يعني كتبت يوم طلت الورقه وكتبت انا عاصم بدران احصل على معدل 98.5 في الثانويه العامه 2014-2015. حتى كان قاعد جنبي زميلي فادي جبر الله يذكره بالخير يوم وتقريبا اظن اتوقع حوالي ما اذكر احنا الاثنين حطينا نفس المعدل تمام. بعديها قلت ذكرت انه السنه اللي قبلينا اول معدل كان لطلاب الطب 98.6 فقلت انا على الاقل اني احصل طب بغض النظر المهم يعني اجيب اعلى معدل بختار ايش بدي بعدين. فشطبت 98.5 كتبت 98.6 وحطيتها في الجزان ونسيتها يعني. حتى لما طلعت لما قدمنا فيما بعد الامتحانات في الوزاري صدقا كنت متوقع اعلى يعني، واحد من اول يكون حاط باله 98.6 لانه هو اصلا متخوف انه ممكن يغلط. ممكن لما قدمت الامتحانات قلت انا بجيب اعلى يعني خلاص الحمد لله عارف حالي مقدم مظبوط وكنت متامل انه اجيب من العشر الاوائل، لكن قدر الله ما شاء فعل. لما طلعت النتيجه 98.6 برضه كنت ناسي انه انا كاتب براءة كانت هي اذا بتذكر دكتور في رمضان صحيح. فبعديها رحت على التراويح لما شفت التراويح ذكرت طب انا انه في رقم وفي قصه يعني هذا مر علي الرقم فرحت والله طلتها من الجثة فعلا 8.6 حتى صورتها يومها نزلتها على الفيسبوك وحكيت لك صحيح وقفت بشارة والله بستة فعلا انبسطت بعدها انه يعني ليش اللي انت متوقع صح ما جبتش زي ما انا كنت حاط يعني بس الرقم اللي جبته انبسطت عليه فعلا يعني ردت رجعت لي انه خلص الحمد لله جبت الحمد لله. مشان هيك دائما يا اخواننا وهذه رساله للشباب بالطلاب وخصوصا الاهالي بيسمعونا، كل ما كان هدفك واضح ومحدد انت سبحان الله ربنا بييسر لك الخير لهذا الهدف وبيكون واضح لك.
احنا اضافه للجميل الدكتور عاصم كمان الان طالب الطب في السنه الاولى كمان اللي هو الدكتور بنوجه له تحيه عبد الكريم الرطروط برضه 97 و4 وفي النهايه هو بده يكمل في مصر وانس الخروبي ومحمد مسمار ومجموعه كبيره من الشباب حتى ما انساش حدا بلش يزعل علي يزن الضميدي كل الشباب الكرام والعظماء لانه اكيد نموذج مره ثانيه ضلنا اقول انا الشباب النماذج احنا بنقدمهم هي يعني بتمثل صوره من حاله موجوده عند الشباب كان شعورك غير عادي طبعا شعور فخر وخير اسال الله يتقبلك طيب هو مرات الشعور الاكبر بيكون وحتى هاي لطلاب التوجيه ممكن يستفيد منها لما تشعر الفرحه عند اهلك وامك وابوك انت بحد ذاتها بتشعر انك انت انجزت شيء كبير في حياتك طبعا بعد ما تعبوا عليك هالسنوات الطويله تعبوا عليك وخلص كيف كان شعور اهلك لما حققت 98.6 انبسطوا جدا جدا يعني بتذكر ابوي سجد يومها على الارض وامي صارت تزغلت فيعني فعلا كان زغلتت المعاصي ففعلا انه يعني كان موقف مؤثر جدا يعني فعلا كل طالب توجيه يشتغل على هذا الموقف يتذكر هذا الموقف راح يحكي تعبت وزهقت كلنا زهقنا وتعبنا بمرحله من المراحل بس هو ضل يشتغل على انه كيف اهله حينبسطوا لما يخلص توجيه يعني هذا اكثر شيء بحفزه من الواحد فرحه الاهل صحيح صحيح كثير طيب. كثير ايش الاشياء اللي ممكن كنت تتخيلها وتساعدك على تحفيز نفسك لانه احنا بهمنا الحاله النفسيه لانك انت حكيت دكتور عاصم مرحله جدا مهمه الحاله النفسيه هي على الحاله النفسيه شيء طبيعي لابد منه حيكون في توتر يعني ما فيش حدا مثالي وفيش حدا انه احنا بنعمل مش انبياء صحيح هلا الفرق بين توتر وتوتر انك انت داخل على امتحان مثلا او انت حتى وانت بتدرس انت متوتر لانه المرحله شايفها انه صعبه ومرحله انه حاسمه في حياتك ولا انه انت خلص خايف انت مش عارف شيء انت عمالك لا عارف تدرس ولا عارف تقدم امتحانات ولا عارف حتى تمشي في دارك دائما عامل مشاكل في الدار مش عارف تدرس منكد وحالك واهلك فانه هذا التوتر بيفرق عن توتر واحد مجرد عنده خوف والتخوف شيء طبيعي جدا كلنا خوفنا يعني لليوم الواحد عم يفوت على امتحان له رهبه فيش شيء جديد الا له رهبه لكن اهم شيء انت تعرف انه امتحانات التوجيه مش حتكون خياليه وما في دكتور ما بيطلع على المريخ يجي في امتحانات وبينزل يعطيها للطلاب قبل ما ندخل يعني بذكر حتى امتحان الفيزياء مثلا دخلنا على امتحان انا وكانه يعني الاسئله حاسس حالي انا حافظهم اكثر من انه انا بحلهم من فهم يعني انه الأسئلة نفسها نفس المواضيع نفس الأفكار نفس الكذا حتى رياضيات هذا نفس الأفكار ما حيخرج إشي كتير زي ما الواحد ممكن يعقد يتوهم إنه يجيبوا أسئلة من المريخ يعني هي مشكلة الطلاب عندنا بروح بيشوف أسئلة من دول تانية مش بس كمان تاني بيجيبوا من الأردن وبيجيبوا من هون هم مرات طريقة إعطاء المعلومة في الأردن تختلف عنا أو طريقة صح. المنهاج في الأردن بيختلف عنا في شيء طبيعي أنت مش راح تعرف تحل يعني نفس صعوبة الأسئلة موجودة عندهم نفس اللي عندنا بالنهاية الطالب ما يعقدش حاله يعني هي طب سؤال الأسئلة الخارجية بتساعد اللي هي بكل السنوات السابقة حسيت إنه جد فيها فائدة هي كتجربة بتساعد هي خصوصاً بعض الشغلات اللي هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء المساعد الأكبر فيهم أكثر من إنه أنت يعني ديجيك سؤال صعب وتحله إنك تعطيك ثقة في نفسك إنك أنت كل ما حليت أسئلة كتير عندك صار أفكار كتير يعني مهما لف وضاف في السؤال مش هيطلع عن المألوف يعني أنت صرت حالل يعني بالتوجيه بتحل مئات الأسئلة توصل مئات يعني الواحد لو حل مساعدات ما هو بس فيها مئات الأسئلة عن هذه المواضيع بشكل عام يعني فإن هون انت حتدخل على الامتحان انه انت يعني ما في فكرة غريبة تيجي يعني بذكر في الرياضيات استاذنا استاذ ايمن عماد الله يذكره بالخير يا رب يعني بدي له تحية استاذ ايمن عماد والطاقم الجميل طبعا اعطانا سؤال يوم بالرياضيات حسب ما اذكر كان عن المعدلات الزمنيه او عن قيم القصوى قيم القصوى حدا متذكر متذكر طيب ممتاز فكانت فكرته يعني بس انت تعرف الفكره بتحل السؤال فكان عندنا احنا تخوف من هذول الدرسين هو القيم القصوى والمعدلات الزمنيه المعدلات المرتبطه بالزمن فكان يحكوا لنا خلاص غالبا بتيجي هاي بالاسئله الاختياريه فقلنا نضمنها اهم الاختياري بنشوفه بنلغيه بنطلعها تحتيه وانا بقلب في الامتحان الا هو السؤال جايني 9 علامات عليه وسؤال اجباري فانا قلت يعني اكلنا هوا تحيه صار الموضوع صعب مش سهل بس لما قرات السؤال مظبوط طلع نفس الفكره اللي معطينا اياها الاستاذ بس كان على المعدلات الزمنيه بعد ما يكون على القيم القصوى نفس الفكره بس الاشتقاق بيختلف يعني انت متى ما عرفت فكره انه الزاويه كانت حتى بالذكر كان انه قطر الدائره والزاويه المحيطيه جايه على قطر الدائره بتكون زاويه 90 بس مجرد ما عرفت هاي المعلومه بتحل السؤال كان 9 علامات والسؤال يعني كان بسيط جدا بس الواحد البهله الاولى هي هي المرحله الاولى طيب احنا بنعرف انه الطلاب دكتور عاصم الان مقبلين على امتحان التربيه يعني. الاسلاميه رح يكون اول امتحان والعامل اللي قبله واللي قبله دائما بيبدو بالدين يعني هلا بركه رمضان ايش كان مشاعرك اول ما دخلت الامتحان ايش التوصيات اللي جد اللي انت من تجربتك الشخصيه وكمان بنكمل معلومات انت الان كمان طالب طب هاي نحكيها بس مشان اذكر الطلاب وكنا دائما نحكي لكم اياها انه لما تروح اول سنه جامعه تقول ايه ولا كان امزح ولا كان العب بالتوجيه هل هي حقيقه ولا بس تماما يعني
يعني احنا دائما حتى بتخبط الطلاب بيحكوا انه اللي كان يحكي لنا انه خلص توجيهي وارتاح في الجامعه. يعني انه بده الجامعه طلعت الجامعه متعبه اكثر وفيها جهد غير عادي. صحيح متعبه لانه احنا بشكل عام بالتوجيه او في المدرسه متعودين على نظام معين انه انت تحصل على المعلومه جاهزه انت بس عليك تحفظها وتروح تقدم فيها الامتحان. في الجامعه بيختلف، في الجامعه انت بدك تروح تدور على المعلومه وتتاكد اصلا من انه مرجع انطالت وهل هي صح ولا مش صح، ويعني بدأ شغل. طيب قول لي توصيات دخول الامتحان، ايش الاشياء اللي ممكن نوصي فيها الشباب خصوصا اللي بيسمعونا من الاهالي ممكن يشتغلوا فيها مع اولادهم؟ وبعد ما تقول لي توصيات رح نحكي عن الاهل، دور الاهل كثير مهم في المرحله. هلا في البدايه ما حكينا انه الخوف شيء طبيعي. يعني انا بتذكر لما رحت على امتحان الدين كنت شاعر بتوتر، شيء طبيعي لانه امتحان توجيه انت خايف على الغلطه عليها انه طبعا شو مستقبل. هلا بس تدخل الامتحان انت وبتمسك ورقه الاسئله فعليا لما تبدا تحل سؤال سؤالين أو حتى تبدا في بضعه دائره بالبدايه حشوف انه الاسئله نفسها يعني ما مش غريبه زي ما فعلا كانوا بخوفونا انه تحس حالك داخل على امتحان انت عمرك ما حل السؤال زيه. فانت بتحل السؤال فعليا كانت يعني امتحان الدين جزء قعد معي بكثير بالكثير نص ساعه، يعني بالكثير حتى معظم الامتحانات كانت تقعد معي من نص ساعه الى 40 دقيقه فقط جزء بس اللي خلص. بس اللي تاخرت فيه يمكن الكيمياء، الكيمياء كان جايينا سؤال كمان فكرته واضحه ومباشره وكلها معنا بس خلص اولها ارتبكت شوي ما حليته تركته ورجعت له بعدين، يعني هو بجوز تأخرت فيه شوي وكان بس مش الوضع حتى جبتها 100 يعني مش انه بس انه الفكرة هي انت داخل على امتحان خوفك اشي طبيعي بس تخليش توترك يأثر عليك في الامتحان. طيب احنا عشان نلغي التوتر بده يكون في اذكار في دعاء هيك استفتاح ويكون هدر، هل يدرس قبل بخمس دقائق عشان يضلوا ماسك كتاب ومربط فيه وهيك وحالته حالة؟ المفروض ما انه خلال السنة بدرسوا، يعني المفروض الجمعة خلص اخر شيء درس يعني اخر الجمعة عندي الليل حتى مش ليل متأخر يعني قبل المغرب ما يرهق حاله خصوصا في رمضان. خلص نهى الموضوع قبل المغرب يوم الجمعة وخلص يستهدي بالله يهدي حاله ما راح يعني مهما درس خلص اللي درس صح بالنهاية انت اديت العلامات درست المادة خلصت خلص انتهى الموضوع. انت طول الفصل عمالك او طول السنة عمالك بتدرسها يعني ما راح تقدر تلمها كلها اذا انت يعني. طب الليلة بمهمة ليلة الخميس وبكرة الجمعة، هل بتنصح مثلا يروح يراجع كل المادة كدين ولا بتنصح مثلا طلاب يدرس الاسد سنوات السابقة حسب تجربتك ايش اللي بتنصح؟ انا شخصيا كنت احب اراجع المادة المادة. بس طبعا المادة هي نفسها بدون يعني بدون ما احلها مساعدات ولا خلص يعني هذول نحلوا بيساهم بالشهر اصلا انت حليتهم اصلا رجعتهم انت طلعت واسئلة السنة السابقة تكون حليلهم انت من اول اصلا. بس قبل الامتحان انت راجع المادة لانه بتضمنش انت ممكن يجيب لك سؤال هو مش مكرر، فاذا انت راجعت المادة يعني في الاولى انك تراجع المادة كلها افضل. المادة اللي معك المقررة يعني هي كتاب الدين مثلا نفسه ما تشوف لا اذا في مرات مساعدات او تلخيص او شغله، بس انت ركز بالكتاب نفسه وتوكل على الله. ما لا اله الا الله. طيب احنا رحنا قدمنا الامتحانات تتذكر دخلنا في الامتحانات قدمنا الامتحانات وما شاء الله وربنا اكرمك، حكينا نصائح الطلاب انه انت اهم شيء التوتر النفسي هو اللي بياثر على الواحد والشيء نفسي يعني اكثر هو التوجيه العامل النفسي اللي بيلعب فيه. بس هو الفرق بينه وبين كل السنوات السابقه انه في التوجيه كل الاهل مهتمين في الموضوع مش بس امك وابوك، العيله كلها العيله عندك تقول لي العيله كل دار بدران وآل منصور وحتى الجيران مهتمين بالموضوع كل واحد يشوفك على كيف التوجيهي طبعا غير اساتذتك وزملائك واقربائك ومرات كيف فعلا بيحبش الواحد انه يعني ما يكون عند حسن ظن اللي حاط الامال اللي الواحد حاططها فيه، يعني الواحد لما يطلع ابوه متمني انه يجيب علامه وامه متمني تجيب علامه والاساتذه المدرسه متمني يجيب علامه عاليه، فالواحد فعلا حيشعر بضغط. بس هي اهم شيء انه الواحد يضل عنده ثقه في حاله انه انا دارس وعامل اللي علي ودارس الاشياء المقرره علي ودارس الاسئله السنوات السابقه خلال الشهر او خلال السنه ودارس مساعدات او اسئله خارجيه بشكل عام، ان شاء الله رب العالمين انه بيكون كافي. طيب دور الاهل قديش مهم الاهل دورهم في التحفيز في تعزيز اهلك كان ايش دورهم؟ انت بتقولي والدتك بنرد من عند الكلمه انا كانت تقول والله الله يرضى عليه عاصم ما كانش حاسسني عندي طالب توجيه. صحيح. ليه؟ هي الفكرة كنا زي ما حكيت انه برجع الدار قلنا تنتين ونص تقريبا وخلص هم عارفين يعني صار عندي نظام معين اني بروح بنام لي ساعة زمان ساعتين زمان نصحى بكل واحد يعني ها صح شوي حلو. طبعا الله يخلينا اياها امي يعني. بتعرف انت الاهتمام بيصير بالام على فواكه على شاي على عصير انا مش كسبان اشي يا عاصم هذا هلا معاذ كان الله يهديه ويجيب نصحان انا مش نصحان كثير على فكره معلوماتكم بس معاذ ضل علي يعني الله يعطيك الصحه العافيه الله يسعدك فكان تهتم بالطعام هذا بحد ذاته يعني برضه انت لما تشعر اصلا الاهل مهتمين فيك برضه هذا بيريحك وغير برضه التوصيات يعني انت مرات تشعر حالك تعبت
تطلع من الغرفه مثلا تصير تتمشى في الدار، فهم يشوفوك اه كيف ان شاء الله خير، شد حالك شوي وان شاء الله بتهون. فهذا هذا خف. السؤال هل وجدت انه في شيء سلبي مثلا تاثرت فيه من اهلك ولا ما كان؟ من اهلي لا ما كان، لا ما كان الدعاء والاستعانه كل شيء تمام الحمد لله، ودعاء امي وابوي يعني دائما كان مستمر طول السنه الحمد لله لليوم، يعني احنا عايشين ببركه دعائهم. الله يحفظك يا رب. طب الاهل الوالد والوالده شقيقاتك انت قلت لي عندك اختك الكبيره خليك اياها جابت في التوجيه في الادبي 98 و6 ما لكم ضرب درام 6 كنا حتى يعني لما وانا بقدم توجيه انه تنافس انه انا تجيب اعلى ولا مش اعلى، فلما نزلت قلنا خلاص يعني خلاص زي هون ذكر بفلوسها هون صارت سواب العلامه. طيب هل كان دور شقيقاتك لهم دور ايجابي، اعمام اقرباء هذول كان لهم دور ولا ما كانش كثير مطلعين؟ هي كلها ما حسب ما حكينا الحاله النفسيه برضو بيعتمد على الطالب، اذا انت عارف انت شو في مطلوب منك وعارف انك انت لازم تدرس وعارف انه مش لازم تتهمل وتروح خلص وتلقى اكيد مش حتغلب اللي حواليك يضل يقول لك قوم ادرس، تمام. فبالتالي بتكون تشجيع الاهل وحتى العيله انه اطمئنان عليك، انك تشعر انك انت في حدا مهتم حواليك اكثر من انه حد منكد عليك ومستنيك على نقر، لا انت يعني تشعر انه مهتمين فيك فعلا وحابين لك انك انت تجيب علامه وانت مبسوطين عليك انك انت ان شاء الله راح تجيب علامه، هذا حيخفف الضغط وحيخفف التوتر عند الطالب بشكل كبير. طيب تفضل اشرب قهوه يا استاذ وديك معاذ على القهوه اللي عاملها. خليني انا الخص اللي تفضل فيه الدكتور عاصم، انه طالب الثانويه العامه انت لازم تكون مستقر نفسيا، لازم انت تكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، الان انت لازم تكون درست وحطيت ترتيب لنمط دراستك، انت عارف انك ترجع للماده الرئيسيه، لما تدخل على الامتحان تدخل بهدوء وباتزان وباستعانه بالله، ما تدرس قبل بساعه بالحد الادنى خلينا نقول حتى تكون انت مستقر نفسيا، ما تبالغ بساعات السهر الطويله لما يكون عندك امتحان حتى ما ترهق جسديا، خصوصا انكم راح تقدموا في رمضان. اهم حاجه انه الحاله النفسيه تكون متزنه بانك انت درست، فانت ان شاء الله في اذا عزمت فتوكل على الله، وهذا التوكل بياثر عليك تاثير ايجابي، ودور الاهل هو دور ايجابي جدا في الدعم والتحفيز، وهي رساله للاهالي العدم المبالغه في الحرص وكمان عدم الاهمال، انه انت الام والاب دورهم الدعاء والطبطبة على الظهر ويرضى عليك امه ويبارك فيك، هذا اللي حاب تخفيف الاثر وجد بيعمل تفريغ نفسي غير عادي لطالب الثانوي، فتلاقيه مقبل بشكل جميل. وهذه توصيات هنا احنا كسبنا فيها الدكتور عاصم، وانا بوجه له تحيه انه قدم لكم هذه التوصيات على سبه انه احنا نتحدث التوجيه. حتى في شغله يمكن متاخره صارت حاليا، بس في طلاب كتير بتعرفهم يعني ان شاء الله ممكن يستفيدوا منها السنه الجاي على التوجيه، بتلاقيه سكر الجوال ورفع الكمبيوتر او قطع النت ومش عارف لا انت حكيت على جوال انا بس هذا الجوال صوت الطلاب لا هاي مشكله، مو هنا هي حتيجي حسب الطالب، هي دائما أيوة انت عارف يعني قديش الطالب قادر يسيطر على نفسه. يعني عبد الكريم طروطي قال لي انا اكتشفت حالي بعد ما سحبت الجوال مني دكتور، انا سحبت منه اخر شهر بس يعني معناه هو شهر 5 اللي اخذنا الجوال بدك هون فعلا تضبط كل وقتك، اما قبل لا مو بالنهايه هو بده يكون يعيش انسان ما يكونش مبالغين. طيب انا بدي تقول لي حتى نختم هالمحور دكتور عاصم، ايش رساله بتوجهها لطلاب الثانوي العام بشكل عام خصوصا بيسمعونا اغلبهم الان ومتابعين معنا، شو الرساله اللي ممكن من تجربتك الشخصيه وانت الان طالب طب يعني راح تروح سنه رابعه ما شاء الله، ايش الرساله اللي بتوجه لهم اياها؟ بالبدايه اول شيء ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بوفقكم جميعا في امتحان يوم السبت وامتحانات القادمه، اهم شيء زي ما حكينا انك تدخل على امتحان مش متوتر ابدا، طبعا يعني الخوف البسيط مش مشكله يعني، اما ما انت تدخل على الامتحان وانت خايف انه الامتحان حيكون خيالي يعني مش حتعرف تجاوب شيء، لا عادي يكون متجهز كل شيء معك عشان ما تتوترش، اطلع قبل الامتحان بكير ما تطلعش قبل بربع ساعه يلي بتعرفش الواحد شو بيصير معاه في الطريق، هي دائما وصيه ابوي يعني كان معي اول ما يطلع الصبح يقول لي اطلع بكير قبل بساعة زمن او نص ساعه زمن، ما تنزلش بالاسانسير عشان بلاش اللي يروح يسكر الاسانسير عليك لا سمح الله يعني كل احتياطات السليمه الصحيحه لانه الواحد يعني لو لا سمح الله صار معه اي شيء في الطريق والدك كان يعمل شيء اسمه اداره مخاطر ايوه حتى وقبل وقوع الخطر انك تكون حذر تشتغل صح، لانه لو الواحد صار معه اي شيء لا سمح الله في الطريق تاخر 5 دقائق حيدخل مرتبك تماما عليك صحيح، اما انت ادخل براحتك على امتحان خذ معك بطاقه الجلوس والاقلام ما تحتاجش تاخذ من فلان او فلان هذا تسلكوا من عاده الشحنه اه يعني تكون متجهز انت تروح امتحان مش مطلع على حدا انت رايح بس تقدم الامتحان وتطلع، طبعا مراجعه قبل الامتحان مع الطلاب سيبك منها تماما لانه هاي بالجامعه وبالتوجيه وين ما كان حضرها مربكه لانه فانسوا قصه المراجعه بعد الامتحان ارجوك روح ولا قبل الامتحان ولا قبل تماما انت خلص درست وتعبت استاذك معلمك معهدك دوسيتك وراءك خلصنا من هاي خصوصا لسه. احنا بنحكي في التوجيه لسه لو واحد بالجامعه ماشي مربكه بس انه يعني مش اشي حاسم لو واحد بامتحان ارتبك شوي بس احنا بنحكي بالتوجيه كل علامه واحد بيكون خايف عليه يعني هو بده يجيب اعلى العلامه فسيبك
كل طالب درس زي ما هو شايف انه صح، كل طالب درس زي ما خلص هو خلال السنة تعود على هذه الطريقة، كل واحد له طريقته يعني. طيب يعني الرسالة جميلة جدا من الدكتور عصام، اشكرك فيها، وهي تحيتنا كل طلاب الثانويين، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك باعماركم اوقاتكم وذاكرتكم كمان، ويكون ادائكم افضل ويكون متميز. نروح لعاصم اللي خلص حكينا لكم. دكتور عاصم، انت حصلت على معدل 98.6 الحمد لله، انت طالب اكاديمي القران الكريم، ربنا اكرمك فاتميت حفظ كتاب الله عز وجل، صحيح؟ الحمد لله. طيب قل لي ماذا فعل لك القران كطالب طب اليوم، وايش اضاف لك اضافه حقيقيه؟ طيب خلينا عشان نبدا في بدايات تسجيلي في دورات تحفيظ القران. انا الحمد لله خريج من مراكز تحفيظ القران الكريم اللي كانت في مساجد نابلس، تمام، تابعه طبعا للجنه تحفيظ القران تمام. برضه احنا نوجه تحيه لجنه زكاه نابلس المركزيه وكل الاخوه العاملين في تحفيظ القران الكريم والمساتذه العاملين، يعني شيوخنا، يعني الله يجزيهم الخير، لا يسع المقام ان نذكرهم، بس والله يعني لهم الفضل الكبير علينا، الله يجزيهم الخير ويزيد حسناتهم. بدات طبعا في مسجد مصعب بن عمير، حفظت تقريبا 16 جزء هناك. انتقلنا بعدها على منطقة الاتحاد، تمام، ونقلنا هناك على مركز عائشة، أمين عائشة. وكنت انت لسه في مدارس حكومة يعني؟ كنا حكومة طبعا. نعم. صحيح، او شو وكالة يعني الاول للسابع كنت وكالة، وبعدها تامن للعاشر، تامن تاسع عشر كنت في الحكومة، تمام. في مركز عائشة حفظت حوالي 7 اجزاء تقريبا، يعني لحد 21 جزء ما شاء الله. بعدها صرت اشوف انه انا تقريبا عاشر، كنت يعني في مرحله العاشر، فخفت انه ما ادخل على الثانوي وفي طلاب اكبر منا معنا بالدور، هدول بده يدخلوا توجيه لسه السنه الجاي، انا بدي ادخل اول ثانوي، فقلت يعني بضمن شو راح شو يصير في الوضع. فكان في عنا عطله صيفيه، فقلت خليني يعني استغلها، كان ضايل 9 اجزاء استغلها ونكملهم لحالنا. الحمد لله رب العالمين، ربنا يسر الامور، خلال شهرين حفظت هدول 9 اجزاء، وحكيت حتى للجنة انه يعني خلصت، ختمت، انا ختمتهم وحابة كمان اجبت فهدي، الحمد لله اخذت 9 اجزاء ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يعني حكيت لهم يعني بدي اعمل امتحانات وقدمت ومش الحال تماما الحمد لله. طبعا بجوز بتعرفوا انتم انه في محفزات مهولة لواحد انه يعمل هذا الحكي، طبعا انه عندنا بيحفظ 25 جزء وبيعمل فيه امتحانات وبنجح بيطلع عمره وعمره يعني مدفوعة التكاليف تماما، من A to Z مفتوحة كل شيء. فكانت برضه هاي يعني مكافأة جميلة، فاحنا كان مستنين انه انا 21 جزء بدي انجز عشان نطلع عمره برضه قبل لا تكون في مرحلة توجيه، انا حق اطلعها تطلعها وتصير يعني. فالحمد لله خلصت وقدمت امتحانات وربنا يسر 25 جزء وطلعت العمره، كنت مخلص يعني 30 جزء بس عملت امتحان ب 25 اساس نمشي على نفس النظام، وبعدها لما رجعت كملت امتحانات ال 30 جزء وطلعنا كمان عمره، بس هالعمره الثانيه كانت في لما دخلنا طب، كانت سنه اولى طب. طيب انت الان خلصت امتى انتقلت على اكاديميه القران الكريم؟ صف اول ثانوي. اول ثانوي صحيح، كنت في انت اذا كنت انت متم القران الكريم الحمد لله. اذا انت خريج احدى المساعدات كانت لانه في اكاديميه القران هو ما اذكر انه بيخلص عاشر بيكون خاتم، نعم صحيح، فانا كنت مخلص عاشر، فيعني الافضل ان اطلع خاتم على اكاديميه القران، الحمد لله يعني ربنا يسر انه طلعت اصلا ومخلص خاتم القران الكريم مساعد طبعا، وهذا طبعا شكر تمام للاستاذ عبد الرحمن مرحيس والاستاذ ماهر رطروت، يعني الله يجزيهم الخير يا رب، كان لهم دور كبير اني اسجل في المدرسه وربنا يسر الامور، يعني طبعا لولا الله سبحانه وتعالى والمدرسه كان مش راح نحصل يعني على صح. كل الاهتمام والدراسه والتحفيز اللي انت التقيته في اكاديميه القران الكريم، مش راح كان نلتقي بالدكتور الله يرضى عليك، انا بتشرف فيك وانت مفخره بصراحه لكل الشباب الفلسطيني، ربنا يكرمك بحفظ كتاب الله. انت اليوم طالب الطب، هل بتلاقي حفظك لكتاب الله معك هيك بتشعر باستظلال؟ لانه احنا في شهر القران، شهر رمضان، وهذا شهر جدا جميل، يعني هاي المعاني الايمانيه هل بتستشعرها بصدق؟ لانك انت الحلو فيك انك ببساطتك بتحكي دكتور. هي صحيح، خصوصا حتى قبل ما ندخل خلال مراحل حفظنا للقران كنا نستشعر بركته فعلا، يعني لما المقوله او يعني يروى في الاثر انه ما زاحم القران شيئا الا بركه، ففعلا كنا نستشعر ما زاحم القران شيئا الا بركه، فعلا كنا نستشعر هذا الامر، يعني احنا نحفظ تشعر بركه في حفظك، حتى في دراستك، انت تلاقي الشيء اللي انت بتدرسه قبل بيوم بس خلص تحفظ وتروح تقدم امتحان تجيب علامه عاليه، الوقت اللي حتى المباركه في الذاكره والتذكر وتخزين المعلومات الذاكره وكل شيء الحمد لله رب العالمين. كنا يعني اذكر حتى في التوجيه بتذكر امتحان الدين الشهرين اتوقع فصل اول، انه بسال الشباب يعني قديش قعدوا فيه، اللي يقول لي 8 ساعات واللي 10 واللي كان هو 60 صفحه، بحدود 60 صفحه، انا اذكر ان كنت قاعد على البرندة يعني هيك متمدد حاطط الكتاب على صدري وبسمع فيه، يعني قراتهم 60 صفحه الحمد لله. ففعلا كنت استشعر انه في بركه في الحفظ وبركه في الوقت تماما، يعني انت ما تشعر الزنقات هاي اللي تشعر من غيرها، هذا من نعم الله علينا ونعم القران وفضل الله عز وجل، هذه المباركه اللي انت الان طبعا دراسه الطب دكتور عاصم مش دراسه سهله. صحيح،
وملهية. ملهية. فيها تعب. أكيد. فيها جهد غير عادي. أكيد صحيح. بتكون بتشوفش حالك أكثر ما بتشوف حالك في الطب والكتب والدراسة والمتابعة لأنها متعبة. هلا ما بعرف هي ممكن تختلف من جامعة لجامعة أو من منطقة لمنطقة بس بشكل عام حتى في الطب يقدر الواحد ينظم وقته بحيث إنه ما ينعزلش. طيب. أنا القرآن وظل القرآن جميل. إحنا خلصنا توجيهي. أنت هل بعد ما يعني بعد ما خلصت 98.6 وشلت نروح سجل طب ولا إلى قصة أخرى برضه؟ هون إحنا دخلنا في تحدي. أيوة. هلا إحنا من وإحنا صغار خلاص كان كنت أسمع أبوي جيب سيرة الطب وأمي جيب سيرة الطب. طبعا أنت والدك محاضر بجامعة القدس المفتوحة. القدس المفتوحة. شريعة صحيح. أسأل الله يحفظ لك يا رب ودكتور. الله يسلمك يا رب. بعصم. الله يخليك يا دكتور. فخلص أنا حط في بالي إشي أولي إنه طب فخلص صرت توجه إنه أنا طب يعني بدون ما أكون محدد 100% اللي بدي بس خلاص هيك يعني ماشي أمور. بذكر حتى في الصف الثامن كان علينا حصة عربي فدكتور بقول اكتبوا تعبير عن مهنتكم في المستقبل فكتبت يوم عن الطب خلص مش متذكر اشي ومش حط في بالي اشي له كتبت عن الطب وسلمتها فالاستاذ صاروا يعني ان شاء الله هيك صار يوقف يعني ان شاء الله بنشوفك خلال كم سنة طالب طب مميز و يعني من هالتشجيع فبرضو زادت في بالي بس هذه من معلش هذه بنوقف عندنا لان هاي المفترقات كثير مهمه بعد انك دكتور عاصم شوفوا قديش يا جماعه الخير وهي رسالتنا وتحدي يعني وتحياتنا لكل المعلمين العظماء وانا دائما بقول المعلمين اصحاب رساله انه انت قديش لما بتزرع بطريقه غير مباشره عند الطالب في المرحله الدراسيه شو توجهاتك وايش الدراسه وايش التخصص قديش بياثر في نفسيته وفي اتجاهاته المستقبليه في تحديد هدفه وهي قصه الدكتور عاصم يعني هذا للاستاذ منير سعادي استاذ العربي الله يجزيه تحيه الاستاذ منير اسال الله يبارك في عمره واذا الاستاذ منير سامعنا برضه لايك وشير بعد اذنك يعني طيب عزز الموضوع اكثر في ذهنك يعني صرت اشعر انه فعلا ممكن يكون شيء جدي هذا انه مش بس مجرد تكتبه في حصه التعبير انك تطلع طب وخلص ضلت معي الفكره لحد ما وصلنا على التوجيه هلا في التوجيه انا كنت مستشعر انه ابوي حابب ادخل طب بس يعني الحمد لله يعني حتى امه ابوي ممنوع مش اللي بيشدوا علي بدي يدرسوني ايش لا كانوا لي على راحتك على راحتك كانوا لي انت جيب معدل عالي يلي يفتح لك كل التخصصات وادرس اللي بدك اياه يعني يلي ايش انت كلام منطقي يعني بالنهايه انت لما تكون جايب معدل عالي تختار عفوا ما تبصش قدام حدا هي يعني بالعربي تماما يعني انت بتكون الجوكر يعني خلص وانت بتختار اللي بدك اياه مش لسه تقول لي وين جبت عشر كان بترجع وندور على دول تستقبلكم انتبهوا علي هاي تكون انت الجوكر تجيب معدل عالي انت بتصير بتحدد بدك اياه ربنا أكرمك 98.6 معدل عالي الوالد سجد الوالدة زغرتت ما شاء الله الحفلة كبرت طيب هون هل حصل عندك نوع من الصراع الداخلي في تحديد تخصصك ولا خلاص على الطب مباشرة لا صدقا انه حصل لانه هذا شوف هلا الواحد مرات لما يكون بعيد عن الشيء بكون متهيئ هو شيء معين بس لما يوصل على مفترق الطرق انه الشيء يعني يا هيك انه جد بده ياخذ قرار يعني. يعني يا هيك وحكل حياتك حتكون في هذا المجال يا اما حيكون حياتك مختلفه تماما يعني صح انت وقفت على مفترق طرق يعني مفترق طرق صدقا انه صعب يعني كل طالب بعد ما يخلص توجيه حيوقف فيه يعني انه هل انا عن جد بدي طب ادخل واكمل واتوكل على الله ولا انه ممكن تخصص ثاني يكون احسن هندسه ولا محاماه ولا خصوصا الشغلات اللي بنسمعها احنا من طلاب الطب السابقين اللي هي اصلا صارت متوارثه انه صعب وطويل ودراسته بجد ما مش حدا ينافسهم ضلهم لحالهم بياخذوا تشفيات يبدو هيك يعني بعد ما دخلت انا اكتشفت انه يبدو هيك الفكره بدون مشكله طب في البدايه طبعا الوضع المادي ما كانش كثير مساعد انه يعني من اولها الواحد يكون مغامر 100% ويدخل طب بدي يحسبها صح بدي يحسبها هيك ظروف الشعب الفلسطيني اكيد صحيح فروحت في البدايه سجلنا انا ابوي حسيت انا ابوي خلاص سجل هندسه وتوكل على الله بس انا شاعر انه هو مش مبسوط 100% زي ما هو كان بده فروحت والله وسجلنا هندسه وسجلت هندسه سجلت واخذت بطاقه وطاقه مهندس طالب هندسه هندسه مدنيه وروحت بعدها شفت اكثر يعني شفت الاستاذ عبد الرحمن ملحيز شافني شو سجلت اقول له هندسه فهو يعني يقول لي طب ليش لازم احنا يعني طب بدنا اياك وبتكمل ما شاء الله عنك استاذ ماهر رطرود حكى معي اكثر مره وجيرت تحيه استاذ ماهر رطرود استاذ عبد الرحمن الله يرضى عليهم ويبارك في عمرهم يعني كان لهم والله الدور الاكبر انه الحمد لله بعد نص الكشفيات بدك تعطيهم اياهم لا ان شاء الله ما بيحتاجوها امين ان شاء الله الله يتم عليهم الصحه والعافيه امين رب العالمين فالحمد لله يعني في بعد وحكونا بدت القصه يعني تتخمر في راسه فعلا قلت انه ما حد حيدخل طب هو فعليا وضعه فوق الريح مشان بس الكل حيدخل الا يكون في شويه صعوبات في تحدي بدي في تحدي هو طبعا في منحه من الجامعه اللي هي انه بده يجيب معدل فوق 63 معدل امتياز حيكون مخصوم له نص المبلغ وهذا بحد ذاته هذا تحفيز هذا تحفيز وتحيه للجامعه بصراحه فقلنا الحمد لله يعني خلص نسجل ونتوكل على الله فحولت من هندسه مدنيه انت بطلع لك طبعا طب لانك انت 98.6 صحيح صحيح حلو. هو اظن معدل بدا 98.5
وانت جايب العشر هذا يعني... انت سجلت نص بس كذا بتوع ستة يعني العادية. بديت طب ندمان دكتور عاصم بعد ثلاث سنوات؟ لا صدقا ابدا لا لا مش ندمان، بالعكس يعني شخصية الواحد بشكل كامل بتحسها انه تنضج فعلا، او طريقة تفكيره بتتغير، طريقة نظرته للامور بتتغير، تعرفه على الناس من اكثر من منطقة بتتغير. هو تخصص كتخصص برضه فعلا ممتع وجميل. شوف هي في شغلة عندنا صرت اعتبرها انا مرات من برستيج الطب اكثر من انها اشي حقيقي، اللي هي الشكوى الدائمة من الطب وصعوبته طول السنوات. فبتلاقي الكل خلص بيطلع صعب، لو رجع فيك الزمن بتدرس طب بقول لك لا بدرسش، بس فعليا لو واحد داخل هو حابب التخصص مستحيل احكي برجعش، يعني فعلا شيء ممتع جدا بكل محاضره. الحمد لله انت داخل بهاي المتعه ومش ندمان اذا دخلت. ابدا وربنا اكرمك وبتحصل المعدل اللي تفضلت فيه وبتحصل على المنحه الحمد لله، عشان هيك طالب مبدع. بتحس حالك في عندك مثابره؟ هل في تحدي داخلي عندك اني انا لازم احصل هذا المعدل ولازم اضلني متميز ولازم اضلني في الدراسه؟ طب هلا هي برضه الشغله بترجع يعني تراكميه، لو بنرجع للمدرسه برضه دائما برضه الاساتذه بيلعب دور في هذا الشيء، انه يشجع الطالب فعلا انه يكون متميز. في اساتذه للاسف انه ممكن يحبط الطالب اللي قدامه ويخليه خلص يشعر بأثر، جدا بأثر. يعني انا بعتبر فعلا الاشياء ممكن تكون ساعدتني، ممكن يكون في البدايه تزبطت الحمد لله في المدرسه او كنت منيح يعني بشكل عام، فاهتمام الاساتذه صار في انه خلص يعتبرني انه من الاوائل على الصف وكذا، هذا لحد ذاته بيعطيك دافع داخلي انه انا لا انا من الاوائل، اذا ليش ما زبطتش في هذا الامتحان؟ اذا انا ما زبطتش وانا داخل القاعه هاي ليش مين بدي استنى انه هو اللي يزبط؟ هاي كان سببها فعلا تشجيع الاساتذه. فلما توصل انت على الجامعه وانت اصلا داخل في هاي النفسيه انك انت معدلك عالي والتوجيه مظبط وطول عمرك علاماتك عاليه، بتصير تطلع طب ليش يعني ما زبطتش في الجامعه، شو الشيء الخيالي في الامتحانات؟ هلا لا شك انه في امتحانات هون بخلي عندك تحدي انه بدي اضلني بحاله التميز وحاله الاداء الافضل زي ما حكينا. هي حتى في الجامعه اذا انت في المدرسه بادئ منيح غالبا حضلك مكمل منيح، وكذلك في الجامعه فصل اول سنه اولى هو بحسه يعني الفاصل يا اما انت حيكون مستواك منيح كعلامات، خلينا نحكي اكثر صح. من يعني يا نيرد مع انه شوف ممكن يكون واحد معدل مش كثير صار يكون نيرد بنفس المصطلح هلو. بس كعلامات انت بتقرر غالبا فصل اول او سنه اولى بشكل عام. انت حتدخل على الجامعه الجو كله مختلف اصلا، يعني كشباب جو مختلط اول شيء، انت مش متعود على هذا الجو صحيح. اللي بعطوك مرات محاضرات دكتورات يعني مش دكاتره، فانت مستغرب اصلا ايش جديد كله عليك. طبيعه الدوام، التواصل، طبيعته، البيئه، اختلاف لهجات الطلاب صحيح. اختلاف اللكنات اللي بيجوك من مواقع مختلفه تماما. مش كله مثلا من نابلس ولا من بلد معين، اكثر بمنطقه صحيح. من الداخل اخوانا من الداخل، فانت بتلاقي انه يعني بيئه مختلفه تماما. فهون انت بتقرر يا اما انت فعليا بتمسك او يعني بتكون حاط قدامك الهدف انك انت بدك تظبط، طبعا بدون انعزال، ما فيها انعزال الشغله عادي، انت متواصل مع الجميع وعلاقتك طيبه مع الجميع، بس انت هدفك انك بدك تظبط بغض النظر عن كل الاراء اللي انت ممكن تسمعها. هلا هي الاختلاف اللي راح تشوفه بالجامعه خصوصا سنه اولى فصل اول، هي اختلاف الافكار برضه اللي حتشوفها. فانه بعض الطلاب حيكون راضي انه يكون معدله مثلا مش كثير عالي، او هو داخل نفس العقليه اللي حكيناها قبل شوي انه ادخل على الجامعه بترتاح ريح، فهو ريح داخل ريح بتفوت الحيط بعدين مسكين ريح لما نقعد 50 على 10 فهي هاي اذا ريح هذه التريح اللي هو فاهمها براسه انه راح يريحها معدل حينزل كثير، ومتى ما نزل معدل حيصير نفسي يعني يقول لك هلا السنه الجايه طيب شو الاشي اللي اشد حالي على ايش اخليه يرفع، يعني شو الوهم رفعته قد ايش بدي اوصل، مش حيوصل نفس ما كنت بدي اياه. فبصير هون محبط، الاداء بينزل، المعنويات بتضعف، فما بحصل علامه تمام. بصير يقول لك مثلا احنا 3.65 معدل امتياز، لو جاب من سنه اولى فصل اول مثلا 3.4 مثلا، قول سنه فصل ثاني سنه اولى ما قدرش يرفعه ل 3.65 ضله مثلا في نفس الحدود، سنة اللي بعدها أصلاً صعب إنك ترفعه، وتاني إشي مش هتلاقي الدافع يعني هتقول يعني مهما رفعته قديش بدي أرفعه، ففعلاً بتشعر بالإحباط إذا. فأنت ابدأ بداية قوية بعدها ممكن تريح شوي يعني شوي. إذا ابدأ بداية قوية ما تبدأش بداية ضعيفة، وهي كمان رسالتنا للشباب، وهي مرحلة كل طلاب الجامعات ابدأ بداية قوية. بس خلينا نسأل سؤال دكتور عاصم، أنت حكيت قديش دور المعلم والمدرس في المدرسة بيأثر كثير في التحفيز في التعزيز، وهل كمان في الجامعة هذا الكلام موجود ولا ما له دور؟ لا أكيد أكيد. هلا احنا بنطلع مرات من الجامعه يعني مرات اصحابي بيلاحظوا علي بيحكوا لي الدكتور الفلاني مش منيح، بقول لهم طب والله هو منيح، هلا ليش هو بكون بتعامل معي مثلا خاص بطريقه معينه انه
بيحترمني جدا، عمره ما سمعني كلمه، عمره ما طرني محاضره، عمره ما كذا، فانا تلقائيا حشوف ان هذا الدكتور منيح نوعا ما بغض النظر عن العلم اللي بعطيه او عن هذا. يعني بالنهايه ما حكينا بالجامعه انت تدور على المعلومه اكثر من انك تاخذها جاهزه من الدكتور. فبتلاقي الطلاب منتشره بينهم قصه انه الدكتور الفلان خلاص مش الانطباعات السلبيه هذه، فانت بتيجي بقول لهم طب دكتور مش عاطل، يعني مش لازم لدرجه الصوره البشعه يعني اللي عاملينها. فانت فعليا اذا انت داخل وانت حاط ببالك هذه الافكار حتتسودا من كل شيء حتشوفه داخل الكليه. خصوصا هاي مرحله كتير مهمه، وهي رساله لشبابنا في الجامعات لما بيعملوا الانطباعات المسبقه سيئه جدا، انطباعات المسبقه الدكتور شلعك مزعك، افكار متوارثه اكثر منها اشياء حقيقيه، افكار متوارثه سلبيه طبعا. يعني الاكبر منها خلاص بيحكوا لك هاي الماده هيك وهذا الدكتور هيك، فانت خلاص بتحكي حتى للي بعدك هاي الماده هيك، بصير كان هذا تناقل للدكتور، تناقل اكثر من انه شيء عن جد هل هو هيك ولا مش هيك. وطبعا الطلاب بشكل عام بتاثروا ببعض، يعني انت لما تسمع فلان بيحكي عن فلان فهو فلان بده يقلد فلان، فبده يصير يحكي عن الدكتور فبصير متاثر تاثير سلبي. طبعا انا بوجه تحيه لكل الناس الموجودين معنا، القاضي الحبيب القلب ورتبة لواء عبد الكريم موسى تحياتنا لإلك، ياسمين وإياد غزال بشمهندس إياد تحيات لك يا إياد، حضر حالك عشان نشوفك إن شاء الله، عبد الرحمن محمد وأميرة، كل الإخوة الكرام والأخوات اللي ودوا لنا لايكات وبقولوا ما شاء الله وبيباركوا لك يا دكتور في هالتحدي. أنا وأحمد المصري كمان حتى ما ننساش أي حدا، وكلكم هاي عملت لكم لايكات حتى ما تزعلوش كمان، ربي يسعدكم. لكن أنا بهمني هون سؤال مهم جدا، إنه الانطباعات السلبية المسبقة بتأثر كثير على الطالب في أدائه. أكيد بتأثر كمان حتى في استمراريته في التعلم في الدراسة وتخزين المعلومات. تماما، لأنك أنت داخل أصلا ماخذ فكرة إنه هذه المادة صعبة وهذا الدكتور بيعرفش يشرحها، فانت لو شو ما عندك خلص سكر حط بلوك سكر على حالك كل شيء. انت داخل على المحاضرة اصلا شايف الدكتور على الفاضي، فانت خلص يا بتصير تطنش المحاضرات ما بتحضرش بالمره يا ما حتفوت على المحاضره هيك. طيب ايش اضاف لك؟ يعني انت بتقول الطب يعني بيعمل اضافه للانسان. هل حسيت جد الطب في قيم انسانيه عاليه؟ انت الان خلصت انت داخل رابعه، شو الاشياء الجميله اللي اضاف لك اياها الطب وانت داخل في هالعالم، عالم الناس والبشر وعلاج البشر؟ يعني عالم الناس والبشر بدي احكيها، انه الاختلاف اللي صار ممكن يكون اختلاف فكري، او بدناش نحكي اختلاف فكري، خلينا نحكي انه ما كنا متعاملين مع هذول الناس فما كنا نعرف كيف رح نتعامل معهم. لما دخلت على الجامعه فعلا انه الناس اللي انت كنت تشوف او تفكرهم زي ما هي، نرجع للافكار السلبيه، تفكرهم هذول غلط، فعليا بتشوف انه مش غلط زي ما انت كنت مفكر او زي ما كنت ماخذ فكره عنهم، انه هذول ممكن يكون الجماعه هذول مش مناح، او انه الناس اللي من البلد الفلاني هذول كذا والناس من البلد الفلان كذا. دخلت على الجامعة فعلا يعني خلال الفترة هاي قلت انه ابدا ما تحكم على واحد بسبب خلفيته او بسبب حتى شو انتماءاته او بسبب معتقدات له افكار او بيئة او انت بتمسك الشخص اللي امامك كيف تعامله معك تعامل معه بنفس الطريقة تماما، ما تقول والله فلان ما هو كذا اذا هو كذا. وفعلا هاي شايفها الحمد لله رب العالمين، يعني ماشي مع الشباب بشكل. طب هو انس بحر ومحمد شحادة وعبادة خنفر رمضان عيد لك تحية، وخالد كله وصلك تحية، مالك شناعة وعمر والمال تحية، هذول الشباب من عندنا بدي لك تحية كلياتهم. بس وسعوا عليك يا سيدي، وهي الدكتور كمان بس عليكم جماعة الخير، عزيزين السرطان والشباب كلهم اللي بتربوا معنا. طيب الدكتور يعني احنا الوقت بركض كتير، هنا لنا 43 دقيقة مشان تكون عارف. كنت بقولك شو بدنا نحكي 50 دقيقة اتذكر. طب انا بهمني كثير يعني رسالتنا للشباب اللي هو من جيلك، الشباب اللي بيسمعوك اليوم، انت حكيت مجموعة من الرسائل، حكينا رسائل لطلاب الثانوية العامة، رسائل للأهل، توجهنا كثير رسائل طلاب الجامعة، انت ركزت على معلومات كثير رئيسية وجميلة، انه قصة الانطباعات المسبقة، ابدأ من الأول بقوة، ما تتأثر التأثير السلبي، حط الهدف الأساسي انه يكون عندك انت هدف وانت تشتغل على هذا الهدف بدون ما تخلي حد يضل يقول لك ايش ادرس 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 او اشتغل اشتغل اشتغل، خصوصا الاهل، لانه يعني الاهل اذا شدوا في الموضوع زياده عن اللزوم حتشعر بالضجر. طبعا الاهل اللي ما بيشتغلوا بيستلموها، وخصوصا بعض الابنيات الله يفتح عليهم، يعني بكون اشتغل فتحت التيرم والله يعني. هاي برضه الحمد لله، يعني برضه انه اهلي لا ما كانوش ضاغطين علي ابدا، خلص عارفين انه انا بدرس الي وقت بدرس فيه ولا برتاح فيه، خلص انت تقدر قيمه وقتك وعارف حالك، فخلص ربنا يطرح البركه فيك، واسال الله يطرح البركه في اهلك. طيب دكتور احنا راح ندخل على اسئله خاصه فيك اكثر شوي، بعد سنوات من دراسه الطب وين راح تتخصص وايش التخصص اللي تبحث عنه؟ والله صدقا بعد ما يدخل الواحد بشوف انه في قدام خيارات كبيره، فصعب انه يختار من هلا. هل احنا ان شاء الله سنه رابعه وخامسه وسادسه بندرس التخصصات كمساقط، فان شاء الله يعني الواحد بس يشوف حاله كيف. لسه ما حددت؟ لا ما حددت. طيب انت بعد 10 سنين راح تكون تحصل على راتب قديش حاطط ببالك؟ والله اعلم حسب كيف ربنا سبحانه وتعالى. بسالك عن الملة، انا بسالك عن الملة، بسالك عن توجهاتك، ايش بدك يكون راتبك؟
مش حاطه ببالك؟ لا والله ما عم تركها على التسهيل. طيب في فعلا والله الدوله اللي بدك تتخصص فيها حاط ببالك دوله محدده؟ برضه لا، لانه لسه ما يعني بس ننهي هون نشوف لسه التخصصات طول واحد، وهلا مش عارف شو في قدامه مفتوح. بس دكتور عاصم، فتاه الاحلام ايش مواصفاتها؟ هاي الشباب هلا عباده محمد خالد بكيف احد ودوني ودوني عشان اعرف ايش التوجه، ايش ايش المواصفات اللي بتبحث عنها؟ هي دائما حتى بنكون احنا بالشباب بنكون قاعدين مع بعض دائما بنحكي بهالموضوع. يلا هذا شو انه مواصفات شكليه. شوف لا شك انه الواحد حلو يكون في عنده يعني شيء مطبوع تمام، بشر. بس انه كمواصفات انه بدي واحد اثنين ثلاثه صدقا ما في. لسه مش حاط الكتالوج قدامك ومأشر عليه. لا هي الفكره فعلا، انا ما بدي مواصفات الشكل، لا لا انا الشكل ما حصل على الشكل، لانه الشكل في النهايه الجمال الدكتور يختلف تماما. انا قد ارى ان هذه فتاة جميله، غير يراها جمالها فائق، هذاك شو جمالها قليل. لكن انا مواصفات مثلا في العقل، في السلوك، في الفهم. هذه الفكره انه في يعني خلينا احنا نقيسها على الشباب احسن. يعني ممكن تشوف انت شاب فعلا ترتاح له، يعني مجرد ما تشوف بدون ما يحكي ولا كلمه انت فعلا بترتاح له، بتشعر انه 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 طيب، او بتشعر انه انه يعني فكره منيح هيك مجرد من منظر بس نبيه بدون ما يحكي ولا كلمه. طبعا بعد ما يحكي انت حتشوف. طب بسالك سؤال، لو خيرت يا دكتور بين ان تتزوج فتاه مسلمه اجنبيه صاحبه جنسيه وفتاه عربيه فلسطينيه، مين تختار؟ والله سؤال محير يا دكتور. بعرف ان سؤال محير، انا بحاول احشرك شوي، كل ساعه تهرب دبلوماسيه انت. لا والله انا ولا لو وقت يا دكتور عشان تشوف والله انت تختار. هي لو وقت فرج، بس لا هي النية ان شاء الله رب العالمين يعني انه فلسطينية. طب سؤال، بعد ما تتخصص وتنشهر وتصير لك قيمة سترجع على فلسطين ولا ترجع برا؟ والله النية لا ارجع طبعا. تبقى في فلسطين؟ طبعا النية ارجع صحيح. يعني سواء اني اطلع، انا النية اني اطلع اكمل ان شاء الله، بس هاي المقابلة راح يارشفها الفيسبوك. لا النية مارك راح يارشف لك اياها. معلش حكينا النية طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيعرف شو بيفتح. اوكي اوكي يعني لا يمنع انك تكون مبدع على مستوى العالم باذن الله رب العالمين، لكن الخير يعود. حتى زي الدكتور رئيس اظن عميد كلية الطب الدكتور سليم الحاج قاسم العميد السابق صحيح. العميد السابق هو صحيح، هو كمان مستشفى النجاح، مدير مستشفى النجاح يعني كان يعني في بريطانيا عادي، لكن يجي بدا خير يرجع للبلد. يعني بالضبط النية هيك احنا بنحتضر. مين عندكم العميد الان حاليا وجهه تحيه؟ دكتور خليل عيسى. دكتور خليل عيسى ما شاء الله عليه، دكتور طبيب العظام ودكتور رائع جدا جدا، وجهه تحيه دكتور خليل عيسى. فاحنا بنحكي برضه دكتور خليل عيسى نفس القصه، راح قدم كثير شغل برا وادى غير ورجع على بلده. فعشان هيك احنا بنحكي النية انه نرجع. نعم. زي ما النية نجوز فلسطينيه، بس بكره اذا عزمناك على وحده من برا يعني. لا باجي النية. بس أنا هاي الأسئلة اللي بتكون في البال عشان الشباب يدوروا عليها. هاي الأسئلة أصلا إحنا الشباب ما عارفين دائما في نقاشاتنا. أيوة هلا شيء أيوة بعد خمسة. طيب إيش الأشياء اللي أنت اللي بتآمن فيها كقيم؟ إحنا حكينا والله توجهات، بس شو القيم اللي مؤمن فيها الدكتور عاصم بحياته؟ مستحيل يتنازل عن هذه القيم، قيم في العطاء، في التعامل، في التواصل. خلينا نحكي بشكل عام، الصدق يعني هاي شيء كبير جدا ان شاء الله انه ربنا يعيننا عليه تماما. آمين. الاخلاص في العمل او حتى في اي شيء انت في حياتك، والامان خلينا نحكي خصوصا احنا في تخصصنا بدها امانه اخلاقيه وامانه برضه انسانيه مع الناس. الامانه الاخلاقيه اللي انت فعلا بدك تكون قادر على حفظ اعراض الناس بكره اللي ممكن تكشف امامك وهم غصبا عنه، يعني الواحد مش جاي مبسوط وكشف لك عورته، فانه اذا ما عندك انت فعلا امانه اخلاقيه قادر انك تتعامل مع هاي الحالات ممكن تجي، حتوقع في مطبات. فيا اما بتدرك نفسك من الان لاي شخص فعلا عنده مشكله في هذا الجانب، يا اما يعني صدقا ما راح ينفع اي شيء اذا جميل. ما راح حق الله سبحانه وتعالى في الارض. طب بدي اسالك دكتور عاصم، وبدي افترض فرضيه. احنا يقال عنكم انتم الاطباء، يقال انا ما بعمم، يقال انه الاطباء بتحموا بعض. فلو انت شاهدت زميل لإلك طبيب اخطا خطا طبي ظاهر واضح، تستر عليه ولا بتحكي عنه؟ سؤال يعني محرج والله. بعرف السؤال محرج، ما احنا لا شوف احنا مشكلة اسمع انتوا راح في لكم قانون للاطباء راح يكون مرتب، ديروا بالك بيعملوا لكم قانون بخوف يعني قبل ما تخلص يكون جاهز بكون مرستة اترستة يعني. مو شوف يعني مش حاحكي لك دائما، حتى هاي الاسئلة دائما بحكي الموقف هو اللي بحكم، بس بشكل عام ان شاء الله ربنا يعيننا انه ما راح نسكت على خطأ، يعني طالما احنا شايفين انه في خطأ ما راح نسكت عليه، لكن بتختلف طريقة معالجة الخطأ هذا. تمام. يعني ممكن مثلا انت عارف انه فلان اخطأ بتقصير، ممكن انت فعلا
بحاجه انك توقف عندها او اخطا بيغير هذا خطا طبي تبعك متفقين عليه انه الخطا الطبي اصلا هو مش موجه ومش مقصود دائما صحيح. لكن اذا كان مقصود بيكون بفرق اذا كان مقصود اكيد تفرق اكيد يعني على الاقل على الاقل اذا ما عرفتش انه هذا حيكون في حكي بينه وبينه يعني هل راح تستحي انك طبيب في كل الاشياء ما بتعرف فيها ولا بتحكي كل شيء لا اكيد انه لا اني ما اعرفش حكيت حكي بعرفش مباشره يعني جاتك واحده تقول بطني موجعني وانت تخصصك عيون مثلا لا كل بعرفش تماما مباشره لا دكتور لا حتى ولو اذا ايش عارف حالي راح اعرفه وبعرفه مش بعرفه وش لا يعني ستحترم هذا رحم الله امرا عن فقدر نفسه يعني في النهايه احنا مش كمبيوترات مش حيكون واحد ملم بكل شيء بالطب وبالنهايه عشان هيك عملوا تخصص 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 وكذا لانه خلص كل واحد بيتجه بمجال معين بعدين يعني بشوف عنا يعني كم هائل من المعلومات انك تضلك متذكر كل شيء عن كل شيء صعب مستحيل فصار تخصص التخصص هو الاول واليوم صار تخصص التخصص التخصص آه يعني, يعني صار عيون بعدين قرنيه عيون بعدين مش عارف ايش بالعيون قلب بعدين القلب طلع صار طبعا التخصصات كلها تفصيليه طب القيم حكينا عنها طموحك ايش الطموح اللي دائما حاطه بباله الدكتور عاصم بعد هذا يعني خلينا ما شاء الله تبارك الله الانجازات اللي انت ماشي فيها وربنا سبحانه وتعالى في بركه القران ميسر لك الامر اسال الله ييسره دائما لك شو الطموح اللي حاطه اتجاهك الزواج يعتبر طموح واحد طبعا هلا بكيف عباده وش عاصم اهدى هي هذا ماشي يا خال ماذا عاصم اهدى بدوش اهدى ايش الطموح اللي حاطه بالك اشياء ان شاء الله تحققها ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا انه نخلص دراسه 6 سنين على خير بكالوريوس وناخذ سنه الامتياز ونطلع نتخصص باذن الله ان شاء الله رب العالمين وممكن اذا ربنا يسرنا هناك شوي برا يعني لفتره معينه شغل يعني الواحد يظبط وضعه بعد حيرجع ان شاء الله ربنا نرجع هون انا يعني الهدف الاكبر صدقا انه هون يكون شيء منيح ان شاء الله رب العالمين حلو يعني تكون موجود في البلد هون ويكون عطائك موجود للبلد مع الناس ومع الاداء اللي موجودين فيه طب اخيرا حتى بدنا نلخص ونختم يعني طب. دكتور احنا تجاوزنا 50 دقيقه بس الجلسه مت ممتعه ان شاء الله قاعد انا كنت اقول لك نص ساعه وكثير اه شو بدي احكي يا دكتور ما شاء الله ربي يفتح عليك ويشرح صدرك طب احنا بدنا نلخص فيش حدا بمرش في مطبات بحياته اكيد ايش علمتك هاي المطبات ايش علمتك الاشياء المؤلمه اللي ممكن واجهتها في حياتك ايش علمتك ايش الرساله اللي ممكن انت تجد اليوم استفدت منها بشكل شخصي ممكن تشارك كل اللي بتابعونا الان عده شغلات اول شيء خلينا نحكي انه مهما وصل الواحد من مرحله معينه بيحتاج ان حد يكون حواليه يدعم وخصوصا الحمد لله على مرحلتنا امي وابوي والاهل بشكل عام يعني لابد ان الواحد يدعمه في اي شيء حتى يعني في لما واجهت انه انا شو اختار تخصص برضه كانوا يوجهوني بدون ضغط يعني ما كان يقول لي خلص انت ادخل طب وانا يعني بس بدي اياك طب واي شيء ثاني بديش زمان كثير ناس بيعملوا فانت فعليا لما تشوف انت واقع في تحدي انت مش عارف شو تعمل هل تدخل طب وانت مش عارف لسه الوضع كيف او انت متحير وهل انت حتتحمل المسؤوليه انك تدخله وانت مش عارف الكل راضي عليه ولا مش الكل راضي عليه فلما تشوف انه اللي حواليك بيدعموك هذا شيء جيد فيعني فعليا يعني لازم كل واحد حواليه شيء ما يستغنى عن الناس مهما وصل علمه مهما وصلت مكانته مهما وصل شهاداته لازم يكون في حواليه ناس هم اللي يدعموه يعطوه الدعم النفسي ممكن القضية الثانية اللي هي أنا تعلمت برضه إنه الواحد مرات ما يحكيش دائما لا أو آه يعني يجرب حاله ممكن فعلا إشي يعمله حلو. يعني يحكي عن حاله أنا بعملوش بس هو فعلا رح يعمله أو ما يحكيش إشي رح أعمله هو فعلا ممكن ما يعملوش يعني خلي الأمر يعطي لحاله مرحلة تفكير سبيس يعني تمام. مساحة ما حتى ما يكون متعجل ما يعطي لحاله إنه أنا خلص أنا بس هيك يعطي وجه فكره إنه أنا بس هيك توجهي هيك طريقة تفكيري هيك فالكل اللي حواليه يكون ماخذين عنه انطباع إنه هيك يعني بتمر عليه مرات يعني بشوف الشباب بعضهم يعني مرات بفكرون انه مثلا نحضرش مباريات ولا نعملش فلما يشوفوني نزلت صوره مثلا لواحد او حطيت له علقت له تعليق عن شيء رياضي يقول لك ايش بدي الله يعني شو منزل عن الرياضه فانه دائما انت خلي المجال واسع خلي المجال مش الحمد لله رب العالمين تضيقش على نفسك انه ديننا واسع وما في انك ضل ماسك الواحد بس انت اعمل هيك واعمل هيك واعمل هيك ويسر على الناس اهم شيء يسر على الناس ومهما كان وصلت مرحلتك او تدينك خلينا نحكي انه مش رح تكون احسن من الناس المنيح او مش منيح عند ربنا سبحانه وتعالى صح. انت انك تكون عن حالك احسن وتصير تطلع على الناس انه نظرتك للناس دائما متعاليه انه احنا والله اللي بنصلي فلان بيصليش لازم تراعي انك انت مثلا تربيت في اسره اهلك وامك وابوك كلهم يقول لك صلي وصوم واطلع واعمل وسوي وهذاك ما حد حكى له فانت لازم هذه الفروقات تراعي وهي اصلا اكبر التغيرات الفكريه اللي كانت تصير عندي في اللي صارت عندي في الجامعه انه فعلا لازم تراعي الناس
وتراعي البيئات اللي جايين منها الناس وتتعامل معهم بالحسنى. كلمة أخيرة بعد إذنك، شكر لمين بدك تشكر إذا بطح لك الشكر؟ هاي كل الشباب نزلين لك قلوب حب، شايف نزلين نعرف القلوب كلهم الشباب. أول شيء شكر لربنا سبحانه وتعالى إنه وفقني خلال حياتي كلها، وأنا بعتبر إنه بشكل كبير أجزاء حياتي ميسرة تماما كانت الحمد لله رب العالمين، سواء بحفظ القرآن أو في دراسة للتوجيه. يعني حتى إنه كيف طلعت على أكاديمية القرآن الكريم يسروها أستاذ عبد الرحمن وأستاذ مهر. فإذن شكرك لله أولا لله سبحانه وتعالى، ثم لأم أبوي أكيد لأنهم الشكر الأكبر ما شاء الله، للأستاذ عبد الرحمن منحيس، للأستاذ مهر الرطروط، كل الطاقم التدريسي. يعني مش راح يساعدني اذكرهم بالاسم طبعا، مش بخلص اليوم تقول لي مهند وتقول لي استاذ محمد حمودي طبعا للجنه تحفيظ القران الكريم، ولكل شيخ سمعني في دورات في المسجد، سواء في مركز مصعب بن عمير او في مركز ام المؤمنين عائشه. يعني كلهم كل الشكر والتقدير، وان شاء الله في ميزان حسناتهم ربنا يسعدهم خير. ولا ننسى طبعا الاستاذ محمد الدكتور محمد الفراس سيدي، يرضى عليك الشكر لله والله يسعدك رب. فعلا يعني كان لي دكتور كبير انك تخفف علينا التوتر في مرحلة التوجيه. الله يسعدك رب ويبارك فيك. يعني انا بالختام بدي اقول شكرا كثير دكتور عاصم، بتمنى لك التوفيق وتتميز ان شاء الله ونتحلى حلوانات اكثر بزياده ان شاء الله. تحياتي للكل اللي بتابعونا والموجودين معنا، تحياتي للينا اللي بتعرفوهاش هي خلف الشاشه لينا الاموره، اسال الله ان يحفظك اياها يا دكتور استاذ معاذ. كل المتابعين على صفحه استاذ معاذ الشريده ومتابعين صفحه دكتور احمد شرط، تحياتي لكم، الله يبارك في اعماركم. تابعونا ان شاء الله يوم الاحد مع ضيف جديد ومبدع جديد باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم الدكتور محمد بشرط. اذا عجبكم هذا الفيديو لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب، واتمنى ان نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.